طريقة الرمان على الاي بيس. الرمان عزيز كتير علي وكتير ناس بحبوا رياضة السيارات. عبد الله عندك فكرة عن طريقة الرمان؟ أول شيء صباح الخير. أنت مخليني أنزل من التي لابس السوت ليش؟ طيب لأنه أنت عندك فكرة. هذا سؤالي، عندك فكرة عن طريقة الرمان؟ أي عندي فكرة الهلك، إنه هارد كور هلك لاين. أوكي. من أصعب السباق التل في العالم. 100%. هيدا أشهر سباق سرعة بكل دول الخليج والشرق الأوسط، وأقدم واحد وأكثر واحد عنده شهرة بالريجن كله، بمنطقتنا كلها. هلأ مجرد ما مبارح البوس قالت لنا تل الرمان، يعني أنا صرت بكفلك 100% أنه نحن جايين نسوق سيارات سباق. متأكد؟ إيه ما عنا نزهة بالغابة ولا عنا تس درايف للآي بيس، صدقني. لا ليك خبرني شوي شو الآي بيس؟ هذه السيارة طبعاً كهرباء ماخذة جوائز عالمية، هلا أول حاجة بتعرفها. السيارة هذه جداً رائعة لأن لها فئة خاصة تشارك في بطولات السيارات الكهربائية اسمها آي بيس تروفي. دول موتورز 200 حصان كل واحد. حلو، يعني فور ويل درايف عم نحكي. فور ويل درايف 400 حصان، تسارع السيارة مصمرة 100 4.5. آه والله مش بطالة، منيحة يعني. حلوة، بس حلوة السيارة. وشكلها كذا رياضي حلو. تصميمها داخلياً صراحة عجبني كثير. فخمة. وفي التفاصيل اللي فيها تهم السائق أكثر. عبد الله بتعرف أنا صرت عم بقتنع مرة عن مرة أكثر إنه راح أرجع أشتري أنا وأملك سيارة كهربائية بالوقت القريب. والله ما كنت مفكر هذا الشيء راح يصير، بس من وراء هالتجارب عم نقوم فيها عن جد عم حب هيك إنه نعمل شيء نحنا منيح للطبيعة. من وقت ما سعنا تسلا بدبي وهلأ عم نطلع بالجاكوار آي بيس، فخام اللي فيها، التسارع اللي فيها كمان، نساني كل شيء، بلشت افكر انه انا اني وحده منهم. والله برافو عليك صراحه. تفكير سليم، ويمكن انا قريب منك بس احتاج وقت شوي. انا اذا ماني غلطان انا عم غطي بطوله الجوله الاولى والجوله الثانيه من الفورمولا اي هذا الموسم بالدرعيه. اي صح. كمان هي الجاكوار الاي بيس عاملين لنا تروفي مخصص بيشتركوا براحه كمان بطوله العالم. عم نحكي نحن مع الفورمولا اي. صح، ذكرتني اللي فيها كمان شباب سعوديين، كان فيها التيم السعودي 100%. وريما الجفالي كمان سائد كمان كانت از ا جاست درايفر هي بالدرعيه. لا حلو السياره، مهضوب الكل كان عم يحكي عنها انه عن جد واو شو التكنولوجي اللي فيها. انا بس شغلي وحده هيك منا هيك كثير عجبتني، مع انه الانتيجر كثير فخم، انه بس السكرين تعودنا نحن على التسلا انه تكون هيك كثير كبير السكرين، شفتها؟ يمكن هم ما حبوا يقللوا التسلا، يعني حب يكون لهم طابع مخصص، بس في شاشه الحين حلوه عجبتني حقت التكييف وكل شيء، تسلا فيها كل شيء نفس الشاشه. حلو هذا. يعني قسموها الى قسمين.